السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، مرحبا بكم معنا اليوم في هذا الفيديو الجديد. إذا كنتوا أول مرة كتشاهدوا القناة، ما تنسوش تشتركوا معنا في القناة بالضغط على زر الاشتراك، الزر الأحمر اللي كاين أسفل الفيديو، وفعلوا زر الجرس باش تبقوا توصلوا دائما بالجديد ديال الموديلات. ما تنسوش كذلك تضغطوا على زر الإعجاب، زر لايك، كتشجيع لنا على الاستمرار والبحث دائما على الجديد ديال الموديلات. اليوم عندنا تشكيلة راقية ديال القفطان والجلابة المغربية، يعني موديلات متنوعة. كاين الراندا بالعقيق، الراندا سامبل، الراندا بالألوان، كاين كذلك الراندا عريضة والراندا رقيقة، يعني موديلات مختلفة. كنتمنى ان شاء الله التشكيلة تنال الاعجاب ديالكم. كما كتشوفوا قفطان بالثوب ديال الكريب، كذلك قفطان بالثوب ديال الجوهرة مخدوم بالراندة عريضة، قفطان بالحزام، كذلك اللبسة بالقفطان، لموديلات رائعة ديال الراندا المغربية، آخر ما كاين في الراندا. كذلك جلابة بالثوب ديال الكريب مخدومة بالألوان، قفطان بالثوب ديال الجوهرة خدمة رائعة، هي اللي كيعجبكم بحال هاد الموديلات هادو أو هاد الفيديوهات. ما تنساوش تضغطوا على زر الإعجاب، كتشجع لنا على الاستمرار والبحث دائما على الجديد. ما تنساوش كذلك تبارطاجيو الفيديو مع الأصدقاء ديالكم في مواقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك والواتساب، لكي تعم الفائدة على الجميع. يعني هاد الموديلات هادو للاستفادة والتعرف على الجديد ديال الراندا المغربية. قفطان بالثوب ديال الجوهرة مخدوم بالراندة عريضة، كتشوفو جلابة مخدومة بالراندة عريضة مطروزة من عندكم من الستر. كذلك جلابة مخدومة بالراندة رقيقة، جلابة بالراندة عريضة، موديلات راقية للاستفادة. جلابة بالراندة رقيقة توب ديال الكريب، كذلك جلابة مخدومة بالمرمى، مرمى ديال العقيق، الحجر مهرس، توب ديال الكريب، الافتتاحات في الجناب، كذلك جلابة مخدومة بالمرمى، الحجر مهرس، كذلك قفطان مخدوم بالراندة عريضة مخدوم بالألوان. دائما الموديلات للاستفادة والتعرف على الجديد. ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع الأصدقاء ديالكم في مواقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك والواتساب، لكي تعم الفائدة على الجميع. ما تنساوش تخليو البصمة ديالكم في الفيديو بالضغط على زر الإعجاب وترك التعليق.
كذلك قفطان، طروز بالطرز الرباطي، ملاقي بالراندة رقيقة مدرسات في الكول وفي الكمام. كذلك قفطان مخدوم بالرندة رضا، مخدوم بالألوان، يعني الوينات جو راقيين. دائما الموديلات الاستفادة والتعرف على الجديد ديال الراندة المغربية، آخر ما كاين في الموديلات لهاد السنة هذه. قفطان بالتوب ديال الكريب، مطروز بالطرز المسوس، ملاقي بالراندة رقيقة. ما تنسوش الا كنت اول مره كتشاهدوا القناه اشتركوا معنا في القناه بالضغط على زر الاشتراك، الزر الاحمر اللي كاين اسفل الفيديو، وفعلوا زر الجرس باش تبقوا توصلوا دائما بالجديد ديال الموديلات. ما تنسوش كذلك تضغط على زر الاعجاب، كتشجع لنا على الاستمرار والبحث دائما عن الجديد. كنتمنى ان شاء الله هاد التشكيله تنال الاعجاب ديالكم. شكرا لكم على المتابعة، وإلى اللقاء في فيديو جديد إن شاء الله.